والله بالمطر يعني نغرق بالمطر، يعني بالمطر نغرق ولا عندنا حتى نفط ما عندنا، وكهرباء مودش كهرباء يعني تجي بالنهار او ساعه او اقل ساعه يعني، ويعني وحتى يعني الغرف يعني قرجت من المطر وظلنا قاعدين للصبح جوانا المطر، حتى الملابس مالتنا يعني تدمرت هنا وما يكفينا القطاع عندنا، يعني مطر بكل الغرف، يعني او غرفه البلوكة غرقانه او الخيمه غرقانه، وحتى نفط يعني نفط ما عندنا يعني صار قريب جريب السنه من ذاك من 2021 وهاي جت 2023. والله نحتاج كل شيء، نحتاج كل شيء، نحتاج مبلغ او مساعده من اخواننا الحكومه، مبلغ او غذائيه او فلوس. احنا نازحين من جرف الصخر لمنطقه العويسات، والله لا حول ولا قوه، ما عندنا غير رحمه الله، وهذا المطر وهذا الثلج كله علينا، والله الصبح قاعدين نتريق ونتراجف، لا نفطات كهرباء ماكو، والله العظيم الصبح هذول يرجفون مغطتهم بالبطاني، والله ابني خابرني قال امي يعني جهاز باثنين وصالي منين اجيبه؟ قلت له يا ابو لك الله، قال يا اما يعني العماله شو تسوي؟ ما ادري اجار، ما ادري مولد، ما ادري يصرف على جهاله، وهذا المريض عندي. والله وانا هم عندي هاي مريضه هم زاد يصعد الروماتيس 700 عندها، والله العظيم ما ضدي هالمستوى مصفص شباب ايش يسوي لي؟ اعطونا هالحباب اقولها روحي، والله والحمد لله والشكر، وانا هم زاد مريضه والله صعد عندي السكر 300 400 هاي الحمد لله والشكر، الحمد لله رب العالمين، ما ينطونا هالمساعدات ما تكفينا، ما تكفينا يعني المساعدات ايش راح تسوين؟ والحمد لله وشكر، ويعني نترجى من الخيرين ان شاء الله يساعدونا وما يغصرون وجزاهم الله الف خير. والله نحتاج يعني مبلغ يعني نوديها المرضى للطبيب، احنا نروح للدكتور يعني ما نقدر، نفط نفط ما عندنا، والله صبح نرجف من البرد، كهرباء ماكو، والله صبح نتريق مغطيتهم بالبطانية، ما عندنا يعني نفط نشعل صوب، والله العظيم هون انت يعني من الطيبين يعني يساعدوني. احنا نازحين من جرف الصخر مخيمات الانبار يعني، او وضعنا حيل تعبان، المطر غرقنا يعني حتى غطى كلها تبللت ما عدنا نتغطى بيها، ايش اقول لك غذائيه قليله تصنع على مالات يعني الغذائيه مالت الدوله، وهي هاي اكثر منها ماكو، من رمضان وجا غير مرتين انطونا مساعدات، كيل وشكر كيل عدس، وها هي يعني شو يريد يسوي لك كل شيء، ما هذا كله والشيء كله غالي، يعني هسه مثل اللحوم والمخضر كلها الوفات، والماء عنده ما يقدر عليه، مرات والله خبز وشاي عوائل تريق، خوب هاي الارامل خطيه هم يعني لا حول ولا قوه، اللي عنده مريض قام ما يقدر عليه، يعني اغلبيتها يعني سلم امره لله، وهاي هي ما شنو الامنيات اللي نريدها؟ نريد نرجع لديارنا، نريد يعني الامان والاستقرار، يعني المهجر يرتاح يرتاح، مو مثل اللي عنده بيت وقاعد بيه وعنده حلال وهذا وهذا، شنو كل شيء نريد. اتمنى نرجع لبيوتنا، الله يستر علينا. إيه عمت محمد، اي والله ما عدنا، وتعرفون انت تدعج على حالتنا، والله الربع ما يدعي علي، وانا ما عندي غير الله ثم امي وابوي واخوتي، تمنيتي يعني الله يستر علينا ورجعنا لبيوتنا، والله ما تعرف انت ما عدنا، استقر بيوتنا، اي والله صرنا 10 سنوات هنا مهجرين، والله ما عدنا غير الله، كل يوم مكان، كل يوم مكان. سنة جديدة أرجع لبيوتنا، وأتمنى نخلص من هالخيم والمطار ونقعد نستقر، ونعني هسه إحنا قعدتنا هينوب ماي فيضان، نعني هدومنا وذن كنا تنقعان، ومنيتنا نرجع لبيوتنا ونخلص من هالخيم والهاي، ما أنا ما عندي لا أخ ولا هاي، عندي أخوي هذا ونعني أمي وأبوي، ونعني هنا ما عندنا كل شيء.
ونيت السنة الجديدة أرجع لبيوتنا ونعني نستقر بيها وهاهي. وصلنا 10 سنوات هنا ووصب زعنا ومطر. جزاكم الله خير والله يحفظكم. أنا أشهد أهل الخيرين الطيبين، إحنا كل شيء ما عندنا، حالتنا تعبانة، ما عندي فلوس أروح للطبيب، ما عندي فلوس أروح أواجه ولدي، كل شيء ما عندنا، تعبانين حيل، لا عندنا نفوط، لا عندنا غذائية، حالتنا تعبانة، مصرف ماكو، وأنا أريد أهل الخيرين يضحكون لحالتي، يشوفون أهل المخيم، حالتنا صعبة حيل حيل صعبة، أريد من عندهم يشوف حالتنا وإحنا صعبة حيل، ما عندي مصرف أروح لولدي يلبس جناح، واني أدي أجيب دول إلي ولزلمتي، ما عندنا، حالتنا حيل تعبانة وكل شيء ماكو، ما نقدر على الخبز، كيس الطحين صار ب40,000 وما عندنا فلوس نشتري، ما عندنا كل شيء ما عندنا وما نقدر نشتري والله، مين تجيب ما عندنا فلوس، وأريد من أهل الخيرين يضحكون على حالتنا. حيل تعبانين والله، كل شيء معكو، اللي يجون ايش اسمه منظمات ما يديرون بال، تعال جيبوا هذا المسكات وما ادري ايش يسموهن، تعال جيبوهن وحطوهن، كل شيء ما ينطونا والله، لا ينطونا كل شيء، لا يساعدونا ولا هاي، بس يجون يزورونا شافونا كل شيء ما انطونا، لا ينطونا ولا هاي، هاي الثلاجه والله كل شيء ما بيها، هسه تروح وتشوفها تفتحها، كل شيء ما بيها والله حرام ولا كل شيء، غير كرستين خبز بيها بالثلاجه، كفي لك الله وقطة المعجون، ماكو كل شيء ماكو، حالتنا حيل تعبانه كفي لك الله والله ما عندنا، وفلوس ماكو، مصرف ماكو، ماكو والله، ركبوا يوج عني، صمامه تهطل بالصمامات وضغط وسكر، وزوجي عنده جلطه وعينه ما يشوف منها، والله يدي نسوي له عمليه وما نقدر، نخاف عليك يوميه بالليل متخربط علينا، اريد نسوي له عمليه وما عندنا، وهاي شوف حالتنا حيل تعبانه هنا، اهل المخيم كلها تعبانه. وهاي اريد من الخير يدحقونا، لا نفوض لا كل شيء ماكو، لا والله حرام اريد اشوف واجه ولدي، ما عندي فلوس اروح اواجههم والله، هال بالناصريه واللي ببغداد اريد اروح اشوفهم ماكو. اهو ابني سرمد وغيث، واريد اشوفهم اروح اواجههم ما عندي، حرام كفي لك الله، هاي من تهجرنا اليوم ما شايفتهم والله، اريد اروح لهم وما عندي فلوس والله كفي لك الله، وانا هيك متقلوطه اريد اروح اشوفهم وماكو، هذا حالتهم يقول لك هسه هو ما يقدر هنا بهذا سرمد وغيث همينه ما يقدر، واريد اشوفهم وما عندي فلوس وحايره شلون بي ما عندي مصرف والله، شو اسوي والله ماكو مصرف، ما حد يعيننا، واريد اهل الخير يدحقوا لي ويعينوني، بكت الله يدحقوا لي، ما عندي كفي لك الله ولا كذبة عليك والله يا خي، حرام ما عندي كل شيء، واريد اروح اشوفهم بالناصريه، واحد بالناصريه وواحد بباطات، ولا شايفتهم من تهجرنا واليوم، من اخذوهم كل شيء ما عندهم، اخذهم الله لا ينطل هذول اهل الجزمه، حطوهم بالسجن وكل شيء ما عندهم، راحوا يعني من تهجرنا من الجرف، هسه ما اريد الجرف، خلي ياخذون الجرف، يطلعون ولدنا من السجن، ما اريد الجرف والله. خلي ياخذون الجرف ياخذونه بس يطلعون ولدنا من السجن والله كفي لك الله انا ابسطهم 10 هاي بصابعي ياخذون الجرف ويطلعون ولدنا من السجن يطلعونا اياهم خطيه هاي منها هاي صار 10 سنين ماكو ما لا شايفتهم ولا اريدهم يطلعونا اياهم يدحقون على حالتنا ويدحقون على ولدنا اللي بالسجن حالتنا حيل تعبانه والله ابرياء والله كل شيء ما عندهم هذا ابني هذا رحت لاهلي من تهجرنا رحت للمسيبة أهلي بحي العسكري تهجرت هناك يومهم قلت حتى أروح هناك قعد أخذوا عمره 13 سنة وأخذوا جت استخبارات وأخذت وشالة تورا من راح للسوق راحت يسوق وراحوا كم شيء وراحوا وهذا سر مدهمين ابني تهجر رجعت لنا بالمدرسة البحوري قعدت جوا يهمينا جت الشرطة أخذت تورا وبعد ما شفنا يا باش عندك ايش اسمه خذوا راح وردنا من خضوة وقبرة للناصرية واحد عمره 12 سنة وذاك عمره 16 سنة وخضوهم وراحوا بعد ما شفناهم هنا عيشتنا تعبة حيل هنا صعبة
إيه مو بهينة، والما عنده راتب شغلته تعبانة. أنا طلع راتب مال عاطل، يمكن هاي ثاني مرة استلمته والله، وبهالسنة هاي عمره 55 سنة، وأسد بيد ديانة. حتى أنا عندي جلطة بقلبي وجلطة ضربت عيني وطفتها. ما تقدر، هي هم اسمه تهطل صمام القلب والضغط والسكر وماكو غير الله. بالمطر حاطين تشوته وسفنج نوشل بالتشوته ونكبي برا، شكو شيء زين نتمنى، بس هل هذا يحصل؟ الله اعلم، وماكو غير الله. تعبانه مات الهجره، والله جابوا لنا اياها كلها تعبانه، الفاصوليه بها ذبان، العدس تعبان، التمر معفن، الشاي ما ينشرب، الزاهي والشامبو مي، حين وبا مي في ذن، كل شيء يجيبوا لنا اياها تعبانه، عبالك احنا مو بشر احنا، عبالك يمكن احنا حواوين هيك يعني كل شيء ما يرهم، والله حرام كل شيء ما يرهم، واشوف الكيان يعني التعجب والله، حين وبا مي في ذن، حين وبا الله كفي لك الله، يعني هيك يسوون بالمهجرين، يعني شنو احنا؟ احنا مو بشر؟ يضحكون على حالتنا هيك يسوون بينا؟ ما تصلحي والله، ما تصلح العقل اصلا، ما تستوي. شمرناها للحيوانات هذه تجي تسرح هنا، انا شمرناها يعني ما تنكال هنا بها، والله كفي لك الله ما تنكال منتهية. إيه والله يجيبونها منتهية هنا، لا شاي ينشرب، لا تمنين كال، لا فاصوليا، لا عدس، لا كل شيء، حتى الزاهي والشامبو ما يرهم هنا بتغسل به، يعني ما هنا والله تعبانة هنا. احنا بالخيام متبهذلين بالشتاء، مطر يذب علينا زخ، الله يشهد ورسوله، يعني متبهذلين كلش، يعني بالصيف يعني حشد سامع، يعني الله يشهد، حتى الدابة ما تقدر تعيش بالخيمة، يعني حارة نار نار، وبالشتاء ما تسولف خلاص، بالشتاء الله وكيلك عبالك قاعد برا بالشارع، نفس الشيء، كهرباء ماكو، نفط ما عندنا، مساعدات ماكو، الهجرة كل شهرين ثلاثة، عود تجيب لك حصة صغيرة، لو بيها حليبات، لو بيها عدس خايس. وهاي حالتنا، ناشد الخيرين بلكت الله يشوفون لنا حل هالخيم، هاي خيمنا يعني هنا برايحة مشققة، وبلكت الله عسى ان هالناس هاي الخيرة يشوفون لنا حل هاي المخيمات بزيبز، وجزاكم الله خير. عيشتنا هنا صعبة كلش، عيشتنا هنا صعبة، يعني الله يشهد، يعني حتى مرات يعني بس تبيع كليتك وتخلص من هذا الوضع، الله وكيلك، يعني بس تريد تبيع كليتك وتطلع من هذا المخيم، يعني بس تريد لك سقف تقعد لك جوا ماكو، يعني ناشد بكت الله، ناشد هالناس الخيرة يشوفون حل هاي للخيم هاي متبهذلين. والله العظيم فكرت انه ابيع كليتي واخلص من هالمخيم هذا، الله يشهد، فكرت يعني حالتنا صعبة، يعني بس أريد أقدر أجيب علاج لأمي حتى أبيع كليتي وأجيب لهم علاجات. أمي مريضة تعبانة كلش، يعني ما تقدر تقوم على رجلها أبد. نعم أمي مريضة وبها خفقان بالقلب وعندها استداد بالشرايين وما تقدر تمشي أبد، يعني مو حل اللي تمشي شوية، يعني ما تقدر توقف، يعني تمشي مسافة هي 5 ثواني تقعد بقع ما تقدر تمشي أبد. أنا مو 9 سنين هنا والله، حتى خيمة إحنا والله ما عندي هاي، وهالغرفة
كت مي ما تأمن بيها، تحط بيها لا غرض لا شيء. والله اي والله احنا هسه قاعده هيك ما تقدر، حتى لو تروح علي جوز يصيح بيك ما تقدر تحاكي. اي احكي كان الصحيح ما تقدر عاد عفت ومشيت قاعده هيك شوسم تخاف يصيح بيها قدام الناس هم عفش. لا قلت جوز ما ينطي جوز احنا يصيح بي ما شو انطي هاي احنا ما عندي ذيك الخبا ملخه رايحه منتهيه. هاي المطره خرقنا هنا الفرش راحت القداية راحت، جيت وزارة الهجرة توزع خيم يطبع الخيم القاها غرقانة ما ينطيك يا بعش ما تنطي والله البوري مالها ما واقع يعني الا تفطسونا وتموتونا يلا تنطونا خيم ما تسوي. الغرف قدامكم اذا يصوروهن كلهن غرقانات، الخيم كلها غرقانة واقعة، خيم شققة ينطي لي شادر شو اسوي بالشادر اني؟ أنا عائلتي 12 نفر أحطهم بخيمة مشققة لو بغرفة كلها مي مثل أقل مطرة تشبع مي شبع يصعد مي كذي هنا. وهاي وزارة الهجرة إحنا ندعو وزارة الهجرة يجيب لنا واحد يخاف الله ويوزع بالصحيح وما يستفز العالم يجي يسامكم مساومة. أكثر الناس من النازحين يقول له أعطيني نسبة أو أنا شاهد على كلامي أعطيني نسبة بالخيم أعطيني نسبة بالخيم مثلا سجل لك 4 و5 تنطيني نص ولك نص وانا موثق. وقبل مده جام هنا ذب يمي وهذا نفسيته 12 مو برده ذب هن يمي بالصيف بالتوزيع قال ذني مال عاول نازح وجاب التاجر بالليل شالهن ومشوا باحن. والله واحنا 5 عوائل لا عائله ولا عائلتين تقريبا تعدادنا بال 45 نفر وانتم شفتهم بعد هاي غرقانة وهاي غرقانة يعني بهاي الغرفة والله طبنا مي من جوا شوفها منا صورها شوف ما عدنا بس يا الخيمة يعني 45 نفر هم بالسجن مو هيش احسبوها انتم. وجزاكم الله خير ورحم الله والديكم الملابس كلها غرقانة والفراش وحتى ما الليل ما ننام من البرد والكهرباء تعبانة نفط ما عدنا واطفالنا تدرس برا ما وين يقعد لا صوبه ولا نفط ولا شيء ولا مكان يعني يابس كلها رطوبه وشبعان المي ذن الغرف شبعانه مي والغرف والخيم. بس نسال الله من ان يرجعنا لهن كل شيء ما نريد ونخلص من الذله. هذا الترجاع على خيمه وشادر هاي ذله والله ما يذل عبده ان شاء الله. والله مو الخيم منقعه ماي وحتى الرطوبه عاد طلعتهم هنا يقرون ولذن الغرف شفت نخب عينك منقعات تنقع ماي حتى الملابس والله الهدوم والله حتى عندنا تلفزيون احترق والله وتناقط فوقه وصار محترق ضربت ضربت شعلناها باب شعلناها ضربت الكهرباء والله الملابس خب هاي شوفوا هاي السمل برا لو شوفوا الحبال برا من هناك كلها منقعت نقع مال من المطر والله. وهاي المدارس على قولتك خب البارحة والله هذا البس وإحنا حتى خفيف ماكو منقع الملابس هاي الشتوية كلها مالتهم. احنا العامري تفلل نصخرية نجحنا بمخيم بزيبس وحارتنا كلش تعبانة يعني بالخيام ويخرن علينا كهرباء موشي صوبات ماكو نفط ماكو أمورنا يعني حيل تعبانة حتى من هاي المطرة حيل أذتنا. صحيح عندنا يعني أغراف وهاي بس والله صدق يعني حاكي لكم الواقع مو جاي يعني أضحك عليكم يعني كتن شلون كنا قاعدين برا يعني هاي المطرة حيل أذتنا يعني كتب جهالي راحن ملابسهم فرشهم كلها راحت يعني ظلنا قاعدين يعني للصبح والله العظيم يعني ما أكذب عليكم الصدق. من كهرباء ماكو يعني من جينا تنشغلها نخبز على الكهرباء
هذا التنور يعني جنجوفر مع هذاك هسه شوفوه صوروه يعني ظلينا حايرين لا التنور يعني التنور طين نخبز عليه يعني حتى لو اريد نحط التنور طين نحطب ماكو يعني ظلينا حايرين بنفسنا يعني ما عندنا شيء يعني نقف عليه ومحتاجين يعني كل شيء يعني هسه المي الشريب صحيح اكو بس يطفونها مو كل هاي يعني امورنا حيل ذات شمال اللي اوضاعنا والله المرضى يعني صدق عالة رجلي هم بس يعني مو ولدي يعني حيل مرضى يعني الصرع يعني ما هالولد البرا ما يقدر يمشي هنا البنية يعني عايشة وشايلة نفسها بس هم تنصرع تاخذ على العلاج عايشة وما تنشمل انا عائلتي 12 كلهم العائلتين 25 يعني امورنا تعبانة حيل ما اقدر تعبانة قلت لك يا المطرة حيل اذتنا هالمرة نازحين من الصرية وجينا الخيام بزيبز وأنا مريضة مريضة ضغط ومريضة مفاصل انت وخيبتي ظهرك كلها لزقات قوة مشي هاي رجلي اليمنى هنا بتعطل من ظهري للقدم منها والحمد لله والشكر والله هالثاني بين هذا وهذا ما عندي غير رحمة الله خيمة قد جواها إلي نفسي ما عندي نوبدي يم بنياتي نوبروح يم ابن ابني نوب هنا وهنا لما قاضي ذاك اليوم جوي يحطون كرفانات وهمنا خيرتهم شلون الطيبين هالسلحتي وياهم سوالي هذاك الكرفان بعد ما حطي لوح داير حبل وهسه انتو أريد من الله ومن الطيبين أريد خيمة أقعد بيها أنا وبنيتي أريد الله يريحني ويريح الأسلام جميعا ويستر علينا من ذاي الدنيا هي هاي كنز الدنيا وسنون هات أنت وولادي عندي هنا وأكل الخبز جرح سنوني واريد رحمه الله ومن الطيبين يساعدونا وعيني هاي تريد عمليه عدسه وهم عندي هاي سويت لها انطوني سقف تويلادي عشت منكم انطوني سقف كان ابيع واسوي لها عيني عدسه وظلت هاي وكلها من الله ومن فضل الطيبين بعت السقف اسوي عيني سويتها شوف دربي خير لي من السقف وسنوني هسه انت وولادي ما عندي شيء لو انت اكل ثريدات لو ما اقدر اكل عايشين عايشين منك ومن غيرك ومن الطيب اللي يجيب لنا وانت تعرف واني ما تشوفني هسه انا وبنيتي ما عندنا معين اللي تعرفه غير رحمة الله نوبات يجيبوننا غذائية مال الوجبة منا منا نقضيها والله كريم الله ما يعوف العبد ماله والحمد لله والشكر تقضي الدنيا والله وضعنا مو شيء واني وضعي يعني حيل دكت اموري من ورا والدي ذولا ما يقدرون وعجزت ما خليت لا طبيب ولا ما خليت وما جاي يفيد بيهم والله قلت الحمد لله والشكر شو نسوي هذا هو وهسه عندي حاطه بالكرسي على هسه قام يمشي اليوم البارحه عليش قام يمشي قلت له يابا لا تطلع جاعد قمت انا واخوته نقود نمشي واشوه قام يمشي اليوم شويه حطيت له تعرف انت بالكرسي ونقومه ونقعده وقام شويه يمشي والحمد لله هسه ماشي وهو جاي مكيف بروحه وجاي يفطر والحمد لله والشكر بس اريد يعني من الله ومنكم خيمة أريد يعني تحفرون نبير يعني نستفاد منه إحنا عائلة 20 نفر أريد يعني تعرفون أنتم وضعيتنا داتشة حيل وضعيتنا يعني تعرف أنت أريد هنا وهنا يعني نزرع خضورات نزرع شيء أريد أريد لعربانة مالت الأولاد بال 2014 كانت حتى خيام معكو بيوتنا عفناها مثل ما هي كل شيء ما طلعنا منه وأنا عندي مرض السكر وضغط
عائلتي 25 نفر، 30 ابني زواج طلع من عندنا، وهذا عندي ابني مريض يعني حالته يعني الا نشيل الحاجتين مرات. هو مواليد 2004، يعني نريد له مثل شغلات تعينه، كرسي كهربائي، لان هذا جاي نشتري هذا الكرسي اللي اليدوي، ما اعصابه ما تمشي يقدر يمشي نفسه، فلازم شيء تحتاج كهربائي مثلا منظمه نقدر نوديه الخارج بيورمه براسه. وما نقدر، انا عندي 25 نفر يعني متزوج اثنين، وهاي افتحن بيها صرع، وهم ويا هذا عنده صرع، وقاعدين الحمد لله. هاي هنا ربعنا بيهم، واحنا نريد لنا واحد بالكتور عنا بعينه. وهاي هنا ربعنا اغلبهم حفروا عيون، منظمات حفرت لهم، زارعين يعني يقدر يعين نفسه بخضروات وش اسمه مو على السوق. عندي 3 ولد صف سادس، 2 ادب وواحد علمي، يعني مصرف مريض رعد من عندنا كثير، وتدري بملازم بين دورات، بين اقولهم ما اقدر ادخلكم دورات. والله احنا نريد ملابس للمدرسه، ونريد دفاتر واقلام يعني قرطاسيه، ونريد يعني دفاتر، ونريد يعني تدفئه لبيوتنا، ونريد يعني مستقبل لنا، ما يعني نريد مستقبل، ونريد ملابس للمدرسه، ونريد ملابس مو بس للمدرسه يعني حتى هنا. وهاي كتبنا كلها تبللت بهالمطرة، وريد خيام أي شيء يعني بهالمطرة، حتى صحيح عندنا أغراض بس كلها خرت علينا. والله ميتي يعني إحنا نريد يعني خيمة، هاي الخيمة يعني ما بدي حتى ذا، يعني بدي نرجع لبيوتنا، بدي خيمة هنا نقعد بيها. والله حرام هاي، حتى هاي المدارس، حتى هاي مدارسنا هنا بخرت علينا بالصفوف، وهم والله بالكل تريدوا تنطونا صوبة، تنطونا شي. والله حرام حتى هالهجرة مالت المساعدات والهاي تجي وبس ينطلنا لو غذائية لو هاي. والحمد لله احنا عايشين على ذنة، والحمد لله كتبنا ولت بها المطرة بالبيت، هم صحيح هم قرف وذنة يفون. والله هسه حتى بالمهم خرن علينا وبالمطر، بليلة المطر اخوانا صعدوا 3 وفوق، وهم تبللوا ونزلوا.